هذا البرنامج برعاية الناس اللي خارج المجال الطبي اللي هو موضوع الميزوثيرابي او البلازما ثيرابي او العلاج بالبلازما او العلاج بالميزوثيرابي. هو فكرته ببساطه اللي بنعملها هنا في العياده ان احنا لما بندهن اي كريم او اي سائل لعلاج اي اصابه جلديه في الجسم بيبقى له نسبه امتصاص معينه 20% 30%. فكره الميزوثيرابي او البلازما ثيرابي او العلاج بالميزو او بالبلازما بتعتمد على ان انا بدخل الماده الفعاله من خلال حقن تحت الجلد جوه طبقه الجلد نفسها، وبالتالي بدل ما بيبقى التركيز من 10 الى 20% بيبقى التركيز مثلا يوصل الى 80 او 90%. وبالتالي بدل ما كثير من السيدات والبنات بيزهقوا من العلاج لمده طويله، هو بيختصر مده العلاج. بدل ما تقعد تدهن كريم او مرهم لمده مثلا 3 شهور ممكن يميل العلاج بالبلازما او العلاج بالميزوثيرابي ده يختصر لنا المده دي لحد شهر او شهرين، لان كل جلسه كانها دهنت شهر بحاله. طيب ايه تطبيق بقى العلاج بالميزوثيرابي او البلازما ثيرابي في العياده عندنا؟ بنعالج بيه تساقط الشعر. دي من اهم واولى الحاجات اللي بنستخدمها في علاج البلازما او العلاج بالميزوثيرابي. بنعالج بيه بنزود نضاره البشره. علاج البقع الجلديه بدل ما نقعد نحط كريم للبقع الغامقه سواء تحت البار او في الوش او في الظهر نقعد ندي علاج شهر وشهرين، لا ممكن بحقنه واحده من الميزوثيرابي فيها الماده الفعاله للبقعه دي تضيعها بصوره اسرع، بالاضافه برضو للعلاج الموضعي. يعني هما الاثنين ما بيلغوش بعض، هما الاثنين بيساعدوا بعض. علاج موضعي البنت او السيده بتستخدمه في البيت، والميزوثيرابي او البلازما ثيرابي اللي بنحقنه لها هنا في العياده. وكمان طورنا في العياده عندنا ما بقاش لازم حقنه المؤلمه دي، في حاجه بتمشي على الجلد كده تدخل الماده الفعاله جوه الجلد من غير حقن. وبالتالي برضه الميزوثيرابي او البلازما ثيرابي برضه في نقطه نصلح فكره شائعه عنها، ان هي مش شرط لازم تكون حقن، ممكن بتدخل ماده معينه مكنه معينه على الجلد تدخل لنا الماده الفعاله داخل الجلد. وبكده ارجو اكون وضحت لكم العلاج بالبلازما والعلاج بالميزوثيرابي في علاج الامراض الجلديه واستخداماتها المختلفه اللي بنستخدمها هنا في العياده. وشكرا لكم واتمنى التقي بكم في فقرات اخرى ان شاء الله. مساء الخير، معك دكتور ايهاب حافظ اخصائي الجلديه والتجميل. النهارده هنكمل الكلام دكتور حامد عن علاج تساقط الشعر. علاج تساقط الشعر بيتضمن علاج منزلي بيكتبه الدكتور بلس جلسات في السنتر. الجلسات في السنتر بتتضمن الميزو هير. الميزو ده عباره عن مالتي فيتامينز بتغذي فروه الراس وبتقلل التساقط وكمان بتساعد على نمو شعر جديد ولملء الفراغات اللي في الشعر. النهارده هنعمل جلسه لايف معاكم، معانا بيشنت النهارده. كمان عايزه اقول لكم على حاجه، ان احنا لما هنعمل الجلسه مش شرط تكون مؤلمه، لا هنعملها بالديرما بان. الديرما بان فكرته هي عباره عن خلق فتحات سطحيه متساويه
في فروه الراس بتساعدنا على دخول الماتيريال اللي احنا عايزينها. والماتيريال اللي احنا عايزينها لتساقط الشعر هي عباره عن حاجه بتغذي فروه الراس وبتساعد على نمو شعر جديد. دلوقتي هنبتدي الجلسه على كلاميت عندنا. الاول اهم حاجه لازم تكون فروه الراس نظيفه ومعقمه، بنعقمها الاول كويس. بعد كده هنشتغل بالدرمابان ليفل معين بنمشي بيه. الدرمابان عباره عن حاجه فيها سنون متساويه علشان نفتح فتحات متساويه في فروه الراس. بنمشي بارقام معينه. الدرمابان كمان ميزته ان هو غير مؤلمه، الجلسه بتكون مش مؤلمه بلس بتكون امنه جدا لدخول الماتيريال. احنا لينا ليفل ان احنا نشوف نقط شويه، يعني فروه الراس تكون منقطه دم شويه، دي معناها ساين ان احنا دخلنا في الليفل اللي احنا عايزينه. بعدها بندخل الماتيريال، ابلاي ابلكيشن للماتيريال بالمنظر ده، وبنمشي تاني عشان نتاكد ان الماتيريال دخلت لليفل فروه الراس اللي انا عايزاه. الجلسه مدتها من 10 دقائق لربع ساعه بالكتير، وبتكون مش مؤلمه زي ما احنا شايفين. وبكده نكون خلصنا جلستنا النهارده، ونكون خلصنا علاج تساقط الشعر. الدكتور حامد عبد الله حامد حاصل على العديد من الشهادات الطبية والعلمية وشهادات التقدير المختلفة لمجهوداته الطبية المتميزة، ونال العديد من التقدير والتكريم من مؤسسات عدة نظراً لما قدمه للطب وللمرضى. العنوان 28 شارع مراد أمام مطرانية الجيزة، برج سكاي سنتر. تليفون 0165 22 313 أو 0106 927 22 21. الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم بكلية الطب جامعة القاهرة، استشاري علاج وتجميل الجلد بدون جراحة، استشاري إصلاح تشوهات الأعضاء التناسلية، استشاري جراحات العقم والضعف الجنسي. مشاهدينا برحب بحضراتكم معانا مره تانية وصحتك. الحقيقه النهارده هنتكلم في موضوع يهم ستات ورجاله، هنتكلم عن تساقط الشعر. وناس كتير جدا في مصر عندهم تساقط شعر، ناس كتيره جدا عندها فراغات، ناس كتيره جدا بتعاني من الصلع الوراثي، وحلول كتير بقى الناس بتجربها. يعني في ناس تحب مثلا تعمل خلطات الزيوت وتعمل حمامات الزيت، في ناس تقول لا احنا هنحقن، هنروح نعمل ميدو ثيرابي او هنحقن بلازما، وبيعتقدوا ان في ده الحل. هل فعلا ده الحل ولا في حلول تانية نقدر نستخدمها علشان نملى الفراغات ونوقف تساقط الشعر؟ وهل فعلا اعتقدنا ان شويه الشعر اللي ممكن يقعوا دول اسمهم تساقط ولا لا؟ وتساقط الشعر ليه تعريف تاني؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع الاستاذ الدكتور حامد عبد الله حامد، استاذ الامراض الجلديه والتناسليه والعقم طب القاهره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيكي وشرف على العياده ونورنا. شكرا. موضوع بيؤرق الستات والرجاله، تمام، تساقط الشعر. تمام. بدايه امتى اقول على نفسي ان انا بعاني من تساقط الشعر؟ تمام، طبعا دي اول حاجه فعلا بنبدا بيها واهم حاجه. هو طبيعي في تساقط في الشعر، اي انسان طبيعي او انسانه طبيعيه بيحصل عنده تساقط ل 100 الى 150 شعره يوميا من غير ما نحس. لكن بنقدر نتكلم عن تساقط الشعر بقى المرضي اللي هو محتاج يذهب لدكتور، ونحط خط تحت كلمه يذهب لدكتور ديت، دكتور متخصص في الامراض الجلديه، مش يبدا يعمل هو الوصفات او تعمل هي الوصفات، هنبقى نتكلم برضو عنها. لما يحس انه الشعر ابتدى يلاقيه مثلا او تلاقيه على المخده او في البانيو مثلا اثناء الاستحمام تلاقيه اتجمع في البانيو، يعني تبتدي تلاقي الشعر موجود في اماكن هي مش متعوده انها تشوف فيها، هنا ابتدينا نتكلم عن حاجه مرضيه بقى، يبقى ده التساقط المرضي للشعر. او انها تبتدي تلاحظ فراغات هي نفسها في المرايه وهي بتسرح الشعر، او كوفير يقول لها
يقول لها ان في حته دي فضيت او الحته دي فيها فراغ، يبقى يا اما من خلال ملاحظات الناس اللي حواليها، يا اما ممكن البنت او السيده تلاحظ من خلال انها بتلاقي شعر على المخده في البانيو، تلاقي حتت كتير قوي كلها فيها شعر. بمعنى كده ان نسبه تساقط الشعر العاديه الطبيعيه اليوميه اللي هي من 100 ل 150 شعره في اليوم زادت عن كده بقى، وبدات تحولت لحاجه مرضيه تستدعي الذهاب الى الدكتور. طيب في ناس اما بتلاقي ان شعرها بيقع تشتري انواع ادويه معينه معروف عنها ان هي بتزود نمو الشعر، واسماء متداوله معروفه يعني انواع ادويه معينه. الكلام ده صح ولا غلط؟ لا طبعا غلط جدا، غلط جدا. ليه بقى؟ لان تساقط الشعر ده زي اذا جاز التعبير احنا هو ده بنسميه قمه جبل الجليد زي ما بيقولوا، يعني احنا يا دوبك بنشوف منه حته قد كده بس، لكن تحت في حاجات مهمة جدا. تساقط الشعر ده عرض لمرض معين، العرض دوت عشان انا عالجه بفيتامينات معروفة انها بتستخدم للشعر من نفسي كده، اروح اجيبها من الصيدلية او وصفات او زيوت او الكلام اللي هو مش طبي خالص، ده شيء في منتهى الخطورة. ليه بقى؟ لان تساقط الشعر اسبابه الطبية كتيرة جدا. عشان نلخص يعني ندي كده رؤوس مواضيع، ممكن يكون نفسي، اضطراب في جهاز المناعة، عدوى فطرية في رأس الأطفال، زيادة أو نقص هرمون الغدة الدرقية، بعض الأمراض المناعية، ممكن يكون كمان أنيميا. الأنيميا مهمة جدا، عشان كده الدكتور بيطلب مجموعة من التحاليل قبل ما يقول هنعمل ايه. يعني لازم الأول نشوف ايه بالظبط، ايه الموضوع، ايه المشكلة. لكن مش موضوع ان انا في حاجة بملاها، انا مش بملا فراغ. هو تساقط الشعر ده عرض بيديني انطباع عن اسباب كتير قوي، لازم الطبيب يشوفها ويقيمها الأول. قد نحتاج تحاليل زي ما حضرتك قلتي، نحتاج سونار على المبيض، نحتاج وظائف غدة درقية، ونحتاج نعمل لها تصوير. تمام، لأن ساعات اضطرابات الغدة الدرقية من أهم الحاجات في تساقط الشعر. كل الحاجات ديت لازم تتعمل قبل ما ناخد قرص دواء واحد أو ندهن دهان واحد. طيب إيه أنواع التحاليل اللي ممكن تتعمل علشان لو واحد مثلا عنده مشكلة يعمل التحليل ويتوجه للدكتور؟ صورة دم، مستوى الحديد، مخزون الحديد، الهرمونات الغدة الدرقية، وظائف كبد، وفيتامين د، هرمونات الاف اس اتش والال اتش في حالة السيدات علشان نشوف تكيس المبايض، سونار على المبيض في حالة السيدات برضو علشان نشوف في تكيس في المبايض ولا لا. دي فحوصات أساسية في أي حالة تساقط شعر علشان نقدر نحدد احنا هنمشي في انهي اتجاه، سبب المشكله ايه. عندنا حاجتين بنسمع عنهم كتير قوي، الميدوثيرابي والبلازما. ايه الفرق ما بينهم يا دكتور؟ هما الاثنين بيعتمدوا، هو علاج الشعر، علاج تساقط الشعر بيعتمد على ثلاث حاجات اساسيه. فيتامينات لنمو الشعر بتتاخد عن طريق الفم، خلاص. دهانات موضعيه بتنشط الدورة الدموية في جذور الشعر فبتحسن نموه. الحاجة الثالثة بقى اللي حضرتك ذكرتيها النهاردة، اللي هي موضوع حديثنا النهاردة، اللي هي الحاجة الحديثة، اللي هي لا هي حبوب عن طريق الفم ولا هي دهانات على فروة الرأس من بر، هي حاجة تجمع الاثنين مع بعض. هي حاجة موضعية على فروة الرأس بس بدخلها جوه جذور الشعر نفسها، جوه الجلد، جوه فروة الرأس نفسها. يبقى بتجمع المستين، تجمع ان هي حاجة موضعية فتشتغل مباشر، وفي نفس الوقت هي اختراقية بندخل بيها داخل فروة الراس فتدخل المادة الفعالة جوه. يبقى جمعت المستين بتوع الايه؟ الحبوب والموضعي. الموضعي بيشتغل على طول بس عيبه ان نسبة امتصاص، يعني له نسبة امتصاص مثلا 1 على 10 مثلا، يعني حطيت 10 نقط كأني حطيت ايه؟ نقطة. الحبوب برضو حسب امتصاصها من المعدة على ما بتوصل لفروة الراس، فطويلة الامد. طويلة يعني الامد. الميزوثيرابي، كلمة ميزو يعني عن طريق حقن موضعي، يعني ممكن نشيل كلمة ميزو
ونستخدم كلمة حقن موضعي. حقن موضعي، الحقن الموضعي ده بيبقى مسته انه بيدخل لي المادة الفعالة جوه فروة الراس نفسها مباشرة. يبقى جمع ميزة الحبوب مع الدهان الموضعي. مع الدهان الموضعي. تمام. يعني المواد اللي بتتحقن في ميزو سيرابي على حسب الحالة. حسب الحالة. مش أيوة. مش هي مادة واحدة بنحقنها لكل الناس. لا خالص. خالص. ده هي برضو حسب الحالة. يعني سيدة عندها تساقط الشعر ناتج عن الهرمون دوت. طيب. لا. طب هو هنعرف ازاي ان ناتج عن هرمون اذا كنا لسه قايلين ان ساعات الهرمون بيبقى سليم. الهرمون الذكري مش عالي ولا حاجة. نمط سقوط الشعر عند السيدة دي نقطة مهمة. كل ده كل ما بنقول جملة في حلقة النهاردة حضرتك بتلاحظي ان احنا بتأكد علينا ليه لازم السيدة تروح للدكتور. صح. احنا بنعمل في نفسنا بنعمل حاجة وحشة قوي لما أيوة. بنروح نلجأ لناس بتاع التجميل عشان نستشيرهم في حاجة ملهاش علاقة ملهاش اصلا علاقة بيهم اصلا. نمط سقوط الشعر بمعنى ايه؟ لو الشعر عند السيدة، ما دكتور الجلدية ده بيبقى بنتعلم من زمان ان احنا بنعرف نقرأ الجلد، بنقرأ زي الفنان اللي بيقرأ لوحة. يعني حضرتك انا اروح مع فنان مثلا رسم لوحة او ناقد تشكيلي مثلا، انا ابص على اللوحة كده بقول حلوة وخلاص، تلاقي بقى الناقد بقى يقولك اه بس اللون هنا مش عارف عاوز يتوزع، شغلانته يقرأ اللوحة. فاحنا نقرأ الشعر، الشعر لو التساقط اكتر هنا او هنا يبقى ده معناه ان السيدة دي عندها حاجة من الاثنين، يا الهرمون الذكري زايد عندها يا اما عملناه لها وطلع سليم، يبقى بصيلات الشعر عندها حساسة زيادة للهرمون الذكري. يبقى لما نيجي نستخدم الميزو سيرابي نستخدم مادة بتمنع تأثير الهرمون ده على البصيلة. تمام. طيب دي تستفيد بقى ساعتها ويبان نتيجة بسرعة. ويبان نتيجة بسرعة خلال كم جلسة بقى؟ يعني جلستين ثلاثة كده بتحس بفرق. بس احنا كده قرينا ان تساقط الشعر عند السيدة دي مرتبط جدا بحساسية البصيلات الشعر او جذور الشعر للهرمون الذكري اللي عندها. تمام. يبقى زي ما حضرتك قلتي فعلا استنتاج في منتهى الأهمية انه مش كل تساقط الشعر نحطه في خانه واحده والميزو سيرابي نحطه في خانه واحده خالص نهائي. ده على عكس ما احنا كنا فاهمين. عكس ما احنا فاهمين اللي هو اي حد عنده فراغات هنحقن. هروح احقن خلاص. مش عارفين بقى بيحقن لازم ايه. لازم اشوف التساقط ده سببه ايه واشوف يعني كل حسب قرايتي له. في حاجه تانية مثلا بمناسبه قرايه فروه الراس اللي بنسميها الثعلبه. الثعلبه دي لا عايزه فيتامينات ولا عايزه الماده اللي هي بتقفل الهرمون الذكري، دي عايزه كورتيزون. لانها مناعي، مرض مناعي. معناها ايه؟ هو الثعلبه معناها إيه؟ مرض مناعي ساعات بيخد العينين، في فرصه برضو نفهمه. الله، يعني انا عندي نقص مناعه؟ يعني انا ما... لا انت ما عندكيش نقص. نقص المناعه دي بتخد جدا. بالعكس انت عندك مناعه كويسه جدا. بالعكس ده انت مناعتك قويه بس في الاتجاه الخاطئ. احنا كلنا مثلا لما بيجي لنا التهاب في الزور، البكتيريا بتيجي في زورنا هنا بيحصل لنا ايه؟ حراره 40، سخونه، الدم كله، تلاقي زور واحد ملتهب قد كده مش قادر يبلع. دي المناعه اللي انا محتاجها. الجسم حس ان فيه بروتين غريب دخله فبيروح محاوطه، رفع درجه حرارته قوي عشان يحاول يموته. دم قد كده، الزور مقفول، مش عاوز الميكروب ده يدخل في الجسم. دي المناعة المظبوطة. ساعات المناعة دي الكود بتاعها بيحصل فيه اختلاف بسيط فيبتدي يعمل مناعة ضد بروتين الجسم نفسه. ده اللي بيحصل في الثعلبة. واحدة برضو تجيلي بنفس السيدة بس تيجي مثلا عندها تساقط شعر بصورة مفاجأة في حتة هنا مثلا أو حتة هنا، اقول لها انت هنعمل لك، لو هنعمل لك ميزو سيرابي مع العلاج الدوائي طبعا وكده، هنستخدم في الميزو سيرابي المره دي بقى ايه؟ ماده الكورتيزون. الكورتيزون بيقلل المناعه فبيحاول يظبط المناعه اللي اتكونت بس في الاتجاه الخاطئ. يعني بدل ما تبقى ضد البكتيريا او الفيروسات الخارجيه بقت ضد ايه؟ جزء من الجسم، ضد بصيلات الشعر نفسها. فهنا الميزو سيرابي دوره هنا في علاج او تظبيط المناعة اللي جاية في الاتجاه الخاطئ. طيب
انا دلوقتي عملت التحاليل ووديتها للدكتور والدكتور رشح لي ان انا استخدم ده بناء على الحاجات اللي هو شافها او المناطق اللي هو شافها. في ناس في مراكز تجميل اخرى تقول لا احنا هنعمل خليط ما بين البلازما والميدوسيرابي، ناخد جلسة بلازما وجلسة ميدوسيرابي. ده صح ولا غلط؟ يعني هل ينفع ان انا اجمع ما بين طريقتين للعلاج؟ ممكن. البلازما ايه بقى؟ البلازما هي ميدوسيرابي برضو. بس البلازما دي معناها ان انا بحقن البلازما بتاعت السيدة نفسها. ليه بقى؟ الميزوسيرابي زي ما اتفقنا يعني الميزوسيرابي مواد خارجية، مواد خارجية بحقنها جوه الجلد. تمام. البلازما بقى مادة من جسم السيدة نفسه، باخد منها 10 سنتي دم بحطهم في جهاز هنا في العيادة اسمه جهاز الطرد المركزي، بدون دخول في تفاصيل هو بيدورها بسرعة عالية جدا جدا جدا، بتحط في انبوبة اختبار زي القلم ده كده، خلاص بتتحط بتلف بسرعة معينة، عند السرعة المعينة دي بيحصل انفصال بين كرات الدم وبين البلازما. الدم بتاعنا مكون من بلازما سائل، البلازما الشفاف الأصفر بتسبح فيه كرات الدم. فأنا لما بحط باخد دم من السيدة أو الفتاة وحطه في جهاز التدوير دوت، بيروح فصل لي كرات الدم أو الخلايا الدموية عن البلازما. البلازما دي بقى هي اللي بحقنها برضو جوه جذور جوه فروة الراس، يعني كأنها هي فورمة من الميزوسيرابي، بس بدل ما بستخدم مواد خارجية من جوه جسم الإنسان. زي ما حضرتك قلت، بدل ما استخدم مادة خارجية بستخدمها من جوه جسم السيدة أو الفتاة. طب أنا بحقنها ليه طيب؟ لأن البلازما فيها فيتامينات وفيها مواد بتساعد على نمو الشعر، بتسبح في البلازما طبيعي، لكن الفرق ان انا بشيل منها الحاجات اللي انا مش عايز، اللي هي كرات الدم الحمراء والبيضة والصفائح الدموية دي، دي مش هتفيد، مش هتفيد الشعر في حاجة. فانا بفصل المادة المفيدة وبركزها وبحقنها للسيدة في فروة الراس. الاتنين ممكن يكملوا بعض، بس اهم نقطة يعني في طريقتين للدخول في الميزوسيرابي والبلازما، ان انا عندي تساقط في الشعر فهروح لمركز احقن، او ان انا عندي تساقط في الشعر فهروح لدكتور. صح. ده الفرق، ان انا عندي تساقط في الشعر هروح لمركز احقن فهيتعامل مع كل الحالات زي كانها بزنس. هو بس ده في اماكن بتعمل عروض، ايوه، جلسه بلازما ومعاها جلسه ميزوسيرابي هديه، ميزوسيرابي. أيوة. طب وانا هستخدم ايه؟ انا في وفي كوافيرات او مراكز تجميل مع احترامنا ليهم بيستخدموا الحاجات دي دلوقتي، يقولوا للسيدة ايه احنا نعمل لك، نحقن لك شوية فيتامينات، نعمل لك خلطة كده. طبعا بعد الكلام اللي قلناه النهاردة دوت عن قد ايه المشكلة ديت مشكلة طبية بالاساس، وبتكشف لنا عن حاجات داخلية، تكيس مبايض، اورام في المبايض، اضطراب مناعي، غدة درقية، انيميا، نقص فيتامينات، دي حاجات كلها طبية كيف لمركز تجميل مع شديد احترامنا ليهم، هم اخواتنا واهلينا وكل حاجة، بس هم دورهم يقصوا شعر، يغيروا لون شعر، يطولوا شعر، يقصروه بس، لكن مش دورهم ان هم يكون علاج، ولا برضو دور ان احنا يبقى في مركز كده زي ما حضرتك بتقولي، حتى لو في دكاترة بس بيتحول لكوافير على المدى البعيد برضو. يعني اللي هو ايه، السيدة بتروح له كده خلاص، هو احنا مش هنقعد نسأل بقى ومش هنقعد نحلل ونعمل، انت جاية عندك فراغات هنحقنها وخلاص وهتتحسن، وده طبعا بيسوق النتائج. وعشان كده كتير من السيدات والفتيات بيجي يقولوا لي ايه، احنا عملنا حقن قبل وما كده عملش وما عملش نتيجة. هي دي. طب البلازما بنستخدمها لما يكون شكل الفراغات ايه؟ البلازما بنستخدمها لما يكون مفيش فراغ جامد قوي واضح، يعني دي زي ما تقولي حضرتك حاجة للتقوية العامة للشعر، يعني واحدة مثلا بتقول لي ايه اللي اتكلمنا عنها في اول حلقة، مفيش لما تفحصي فرو وترسها كده ما تلاقيش فراغ معين جواها، ما تلاقيش في حتة محددة الشعر متساقط منها، لكن نلاقي عموما تقول لي انا بيتساقط على المخدة، بيتساقط في البانيو، بقيت زي القطط بتاعتي، كل حتة في البيت فيها شعر زي شعر القطط كده الشراز، تلاقي بيبقى فيه شعر كتير في البيت دي، بس لما تيجي تشوف فروة راسها تلاقيها
طب كويس. والناس اللي عندها فراغات من قدام يعني في في ستات كتير بيبقى عندهم فراغات من قدام بتبقى باينه قوي. حتى الناس تقعد تقول ده انا مامتي كانت كده، انا عمتي كده، انا خالتي كده، يعني حاسين ان ده له علاقه بالوراثه. الميزوثيرابي يحلها ولا البلازما اللي تحلها؟ لا، الميزوثيرابي يحلها اكتر، لان الفراغات من قدام دي زي ما حضرتك قلتي في منها جزء وراثي. في بعض السيدات او الفتيات بيبقى الهيرلاين او الخط الشعر بتاعهم راجع ورا سنه زياده وجبهتهم عريضه شويه، تقول لي انا مامتي كده برضو. بس ممكن بيجي فوقيها بقى التساقط نتيجه لتاثير الهرمون الذكري على البصيلات الشعر، يركز اكتر في قدام في الخط الشعر الامامي ده. خط الشعر الامامي ده هو اللي بيدينا انطباع اكتر عن ان تساقط الشعر هنا هرموني. او وزي ما اتفقنا يا اما الهرمون الذكري زايد يا اما حساسيه بصيلات الشعر للهرمون هي اللي زايده. ففي الحاله ديت الميزوثيرابي بينفع، لان احنا بنقدر ننوع في المواد اللي بنديها من ضمنها الماده اللي بتقلل على حسب بقى الحاله واستجابتها للمواد اللي احنا بنحقنها. وفي نقطه تانية بالنسبه للامامي ده عشان نبقى خلصناه بالمناسبه لحاجه ذكرتيه، انه في عادة عند بعض السيدات انها تشد الشعر لورا. وخصوصا البنات بتاعتهم، فانا بتيجي البنت هنا بتيجي جنبي هنا على المكتب بوريها لمامتها تقولي انا ما بشدش عليها ولا حاجة، فبروح مرجع الشريطة الاستيك اللي هي ربطها مرجعه ورا سنة بحيث تتحرك الاولاد تعرفي ازاي مش شدة انك انت الشعر لما ترجعي الاستيك ده لورا سنة تحركيه يمين وشمال تلاقيه بيتحرك معاك. لو لقيتيه ما بيتحركش يبقى انت شد عليه، يبقى هتنحلي لها شعرها من قدام. دي بنسميها تراكشن الوبيشيا او تساقط الشعر الناتج عن الشد الشعر. بيحصل اكتر سيدات كتير قوي بتعمله لبناتها، بيبقوا عاملين لهم هنا حاجه لطيفه كده بفيونكا او باستك، بس بتبقى شد لها شعرها من قدام قوي كده. ده بيعمل تساقط الشعر. والتوك اللي هي التوق اللي بتتحط قدام. فاهم نقطه تقولي لها المقياس انك انت لما تعملي الشعر يمين وشمال لو لقيتيه بيجي معاكي يمين وشمال يبقى انت مش شد عليه، لو لقيت الشعرايه مش راضيه تيجي يمين وشمال يبقى انت شد عليها. طيب دكتور، في بعض الناس مثلا تقول ايه، انا مش هجرب احقن الاول. انا عايز اخد حاجات موضعيه واخد ادويه كبسولات واعمل خلطات زيوت، لانه في موضه اليومين دول خلطات الزيوت المستورده. واعمل حمامات زيت والكلام ده. الكلام ده بيجيب نتيجة؟ العلاج بصورة الحبوب أو الكبسولات مع العلاج الموضعي ده إحنا بنشجعه جدا وبيجيب نتيجة حلوة وبيساعد قوي الميزوثيرابي. يعني بندخل للمريضة، بقول للمريضة إن إحنا بندخل بثلاث أسلحة، الحبوب والدهانات الموضعية والميزوثيرابي أو البلازما اللي هي بتجمع ميزة دي ودي. لكن الحاجة الرابعة بقى دي اللي ملهاش أي مجال من الإعراب خالص، اللي هي لا زيوت ولا وصفات ولا خلطات، كل الكلام ده كلام فارغ. واذا كانت السيده او الفتاه فروه راسها دهنيه بتبهدل لها الدنيا زياده وتزود لها القشر، كل اللي نستفيده منها ان القشر بيزيد. اذا كان عندها قشر بيزيد، مفيش ابدا حاجه اسمها زيوت ولا خلطات ولا وصفات من العطار ولا وصفات من الحراز ولا كل الكلام ده، طبعا كلام فارغ ما ليس له اي ما. ولا زيت الجرجير ولا زيت مش عارف ايه، الجرجير ده ناكله وفي حاجه طبعا سيئه جدا جدا جدا، الثوم. الناس عندها ايمان بفكره الثوم في الشعر، دي ايمان بشع جدا، ما بتستفيدش منه اي حاجه، بالعكس بتضر نفسها جدا وبيعمل التهاب في فروه الراس وبتضر المحيطين بيها في البيت عشان الريحه طبعا. فيعني مفيش يعني ضرر من ناحيتين، هي بتنضر وجوزها وولادها بينضروا، والشعر فروه الراس بتحصل فيها التهابات فعلا بتبهدلها. اكتر حاجتين انا مش قادر افهمهم لحد دلوقتي بعد السنوات دي كلها في الطب، الثوم والجرجير بالنسبه للشعر. يا جماعه الثوم والجرجير ليس لهم اي فايده للشعر، الجرجير ناكله بس زي ما حضرتك قلتي، لكن ما لهمش اي فايده ان احنا نحطهم على الشعر. واحده بتقعد تضربه في خلاط، بتضرب الجرجير في الخلاط وتقعد تحط زيت الجرجير دوت وزيت التعبان وزيت الوطواط خلطات زيوت كده ويسيبوهم على الشعر خمس ست ساعات تدهنن الشعر وتبهدلها. واذا كان عندها قشر تزوده واذا كان عندها في
تساقط الشعر ناتج عن الحساسيه الدهنيه والاكزيما الدهنيه. في سيدات كتير قوي الاكزيما الدهنيه او التهابات فروه الراس الدهنيه تعمل تساقط شعر. فتخيلي بقى واحده بشرتها دهنيه وتساقط الشعر ناتج من ان بشرتها فروه راسها دهنيه بتحط زيوت. دي مشكله كبيره وما بنبقاش احنا عارفين نصنف نوع شعرنا تمام. ايه تمام. نرجع تاني للدكتور، لازم يا جماعه يكون الفروه الراس الدكتور دي فروه راس دهنيه، ده بنستخدم لها حتى دهانات طبيه مخصوصه للبشره الدهنيه وشامبو مخصوص للبشره الدهنيه. تخيلي بقى حضرتك هي قاعده تحط زيت جوز هند وزيت مش عارف ايه وزيت جرجير وزيوت هنديه وزيوت لبنانيه وكل الحاجات ديت على بشره اصلا دهنيه، الدهون دي هي اللي سقطت الشعر. طيب في بعض الادويه او الدهانات الموضعيه بيبقى فيها ماده طبيه اسمها المينوكسيديل. الماده دي بيقال انه لما بستخدمها فترات طويله وبوقفها الشعر بيرجع يقع مره تانية. الكلام ده حقيقي ولا لا؟ الكلام ده حقيقي بس لازم نفهمه صح، وهو حتى في البامفلت بتاعته مش واضح قوي فبنحب نوضحه للعيانين. في نوعين من العيانين. المينوكسيديل دي ماده طبعا طبيه وممتازه جدا ومتعرف عليها ومعترف بها من الاف دي اي اللي هي الدواء الامريكيه اللي هي بمثابه الختم او دمغه الذهب على اي دواء، خلاص؟ فده ما فيش عليه اي غبار الدواء ده. في منه 2% وفي 5%، بس في ملاحظات على استعماله. اولا لو السيده بنكتبه للسيده بنحرص ان هي ما يجيش على وشها عشان ما يطلعش شعر عند مناطق التلامس، يعني شعرها ما يجيش على وشها، بنقول لها لازم يبقى على فروه الراس، فروه الراس ما يجيش على شعرك عشان شعرك وانت نايمه لما يجي على خدودك ما يطلعش شعر. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بقى فكره ان هو الشعر بيقع بعد ما تبطل استخدامه، هو مش بيقع علشان هي استخدمته، هو بيقع لانه كان حيقع. عند الناس اللي عندها، بس ده بينطبق على الرجاله، الرجاله اللي عندها اصلا صلع وراثي ده جين زي لون العينين، هو عنده جين تطلع عينيه خضراء تطلع عينيه سودا تطلع عينيه عسلي، فطول ما هو بيستخدم المينوكسيديل المينوكسيديل بيأخر الموضوع شوي، لما يبطله شعره هيقع، مش عشان هو استخدمه، عشان هو كان هيقع طبيعي. يعني هما يقصدوا انهم يكتبوا في البامفلت ان المينوكسيديل مش هيغير الجينات بتاعته، مش هيغير فكره. امال ايه فايدته؟ فايدته انه بيأخر تساقط. بيأخره يعني مش علاج، مش علاج بس هو مفيد. يعني اقصد اقول ان كون ان الشعر هيقع بعد ما يبطله دي مش عيب في الدواء نفسه، ده بيأكد زي بالظبط واحد عينيه سودا مثلا ومحاطط عدسات لاصقه خضراء، خلاص بعد ما يشيل العدسه طول ما هو حاططها عينيه خضراء، اول ما يشيلها بترجع عينيه سودا. هو عينيه بقت سودا مش عشان هو استخدم العدسه، صح؟ لا، هو عينيه بقت سودا ان هي اصلا سودا. فهي نفس الفكره، لو هو واحد اصلا واخد الجين ده من والده وشعره هيقع، هو كل الحكايه انه بيأخره. والحقيقه دي هدف في حد ذاته. يعني كتير من الشباب بيقولي انا عارف انا والدي عنده صلع وعارف ان انا هيحصل لي الموضوع ده، بس ده بيأخر، ده بيأخر الموضوع، بدل ما يحصل في سن الـ30 يحصل في سن الـ40 فيها ايه لما يقعد يستخدمه لحد ما يأخر له الموضوع ده، ولما يبطل استخدامه هيقع، هو كان هيقع. لكن في الستات الموضوع مختلف، في الستات الموضوع مختلف تمام. الستات الجين ده حتى لو واخداه من والدها او كده ما بيجيلهاش بصورة صلع خالص، بيبقى شعرها خفيف شوية، لكن ما عندهاش الجين اللي عند الراجل اللي يخلي عندها صلع. دي طبعا من حكمة ربنا ان الست لا تصاب بالصلع، يعني لو عندها الجين ده من والدها بيبقى ان شعرها خفيف. يعني السيدة تقول لي مثلا انا شعري خفيف شوية مش تقيل، دي طبيعة الشعر كده، لكن ما بتختلف تماما عن الراجل اللي هو هيبقى اصلع يعني يبقى مفيش شعر خالص، لكن مفيش ست بتصاب بكده الحمد لله. طيب. واحنا بنتكلم على طرق علاج تساقط الشعر، اتكلمنا عن الميدوسيرابي والبلازما واتكلمنا عن الادويه الموضعيه. في بعض الناس بتقلق من انه هل ادويه تساقط الشعر ممكن تزود نسبه نمو الشعر في كامل الجسم؟ ده طبعا سؤال مهم وبنتساله كتير. احنا لازم اولا نعرف ان شعر الجسم عكس شعر الراس.
بمعنى ان الحاجة اللي تسقط شعر الراس تزود الجسم والعكس، يبقى اذا لا يمكن الاثنين يزيدوا مع بعض. ودي حاجة غريبة جدا، بس مش هنستغرب لما نتخيل راجل اصلع بالكامل ما عندوش ولا شعرية في راسه، شعر جسمه قد كده صح؟ ده حقيقي. يبقى ده بيأكد ان شعر الراس عكس شعر الجسم، يعني الحاجة اللي هتزود لي ده هتنقص ده او العكس، عمرهم ما هيزيدوا مع بعض ابدا. فده بنطمن كثير من السيدات عليه. بالعكس ده هو الست اللي بتيجي عندها تساقط في فروة الراس غالبا، بس مش شرط يعني، بس غالبا بيبقى عندها زيادة في نمو الشعر. وده اول سؤال بنسأله لها، بتيجي تقول لها انا شعري بيقع، اقول لها طب شعر وشك ابتدى يزيد؟ تقولي لا، اقول لها لا، بس زيادة الشعر لها ثلاث تعريفات، يا اما ابتدى يغمق زيادة ولا ولا لا، او ابتدى يبقى سميك زيادة ولا لا، مدة ظهوره، او مدة ظهوره اللي بتحتاجي تعمليه كل شهر بقيتي تعمليه كل اسبوعين زاد ولا لا. هي دايما الست فاكرة ان الشعر الزائد يعني كان حتة ما فيهاش ابتدى يبقى بالضبط. فيه لا، ممكن زيادة في اللون، زيادة في السمك، زيادة في معدل ازالته، يبقى ده اسمه كله شعر زائد. ده بيبقى غالبا مصاحب لتساقط فروة الراس. فهو مفيش ابدا علاقة بين ان الحاجة العلاج اللي يحسن لي تساقط الشعر في فروة الراس يقوم يزود لي الشعر في الجسم، بالعكس ده هو ممكن العلاج اللي نستخدمه لعلاج تساقط الشعر في فروة الراس يقلل الشعر في الجسم. ممكن يقلله لانه بس ده دي في الحالات اللي هي بقى ايه، الهرمون الذكري طلع عالي. احنا قلنا في اول حلقة انه ساعات الهرمون الذكري بيبقى سليم بس هو بصيلة الشعر هي اللي حساسة له، بس في حالات اوريدي لما بنقيس الهرمون بيطلع عالي، فبندي حاجة مضادة للهرمون الذكري دوت، فالبنت تلاحظ ان شعرها ده تحسن قوي وتلاقي شعر جسمها ابتدى يخف تاني الحمد لله. هو ده ليه علاقة بانه الدكتور يكون بيعرف يشخص صح؟ ايوة، وهي بتعمل التحاليل الصح وبيختاروا العلاج الصح، وبيختاروا العلاج الصح. لكن هنحط تساقط الشعر كله في خانة واحدة لمجرد ورشة بتاعت حقن او ورشة بتاعت زيوت او بتاعت خلطات مش عارف طبيعية والكلام الفاضي ده. بس هو البنات والسيدات معذورين برضو، حضرتك القنوات الفضائية دلوقتي سواء في الشريط اللي تحت ده او الاعلانات خصوصا قنوات الافلام، كمية نصب واعلانات نصب عن الحاجات دي، فدي 24 ساعة ايه؟ وللاسف ما هو انا لما اروح مثلا لدكتور وابقى مثلا بشوف على صفحته او على البرامج اللي هو بيطلع فيها انه بيشيد بمثلا الدواء الفلاني اللي بيطلع الشعر في خلال 4 اسابيع. ما هو الناس هتقول طب ما هو الدكتور بيقول كده. ايوه، ان دي اخطر بقى. صح، حضرتك لمستي وتر مهم جدا. انا لما واحد عطار ولا واحد مش عارف ايه ولا واحد بتاع كوافير او حاجه يقول الكلام ده، ممكن خلاص اللي يروح له بقى يبقى يتحمل مسؤوليته، الصواب او الخطأ، هو بقى مسؤول عن نفسه. لكن لما على رأي حضرتك لما دكتور يقول كده وكريمات الذهب وخلطات التعبان والوطوات والثوم والجرجير، ده احنا بنشوف حاجات غريبة جدا يعني. في بنات كتير وسيدات طبيعة عملهم بتستدعي ان هم طول الوقت يعملوا شعره. هل البلازما او الميدوثيرابي ليها دور في انها تحافظ على الشعر؟ يعني انا هل ممكن اخد الحاجات دي من باب الوقاية ان شعري ما يتبهدلش او يتقصف او يقع؟ طبعا، لان كل الحاجات ديت سواء مكوة الشعر او الصبغة او الحاجات دي، دي بتشكل استرس او اعباء على الراس او على الشعر. فطبعا الميزوثيرابي والبلازما من الحاجات اللي تعوض التأثير ده، زي واحد مثلا بيبذل مجهود اكتر شوية فبيحتاج يزود اكله شوية عشان يتناسب مع المجهود اللي بيبذله. تمام، طبعا زي الرياضيين مثلا محتاجين يزودوا اكلهم شوية، فده بمثابة استرس بيقع على فروة الراس وعلى الشعر، اللي هي الحرارة بتاعة السشوار او بتاعة البيبليس اسمها كده مش كده، او الصبغة. الحاجات دي كلها طبعا دي ده عبء كيميائي اللي هي الصبغة، الحاجات الحرارة بتاعة السشوار والحاجات دي طبعا بيبقى عبء حراري على فروة الراس، ده بيؤثر على جذور الشعر تأثير سلبي طبعا. تمام. وفي ختام فقرتنا النهاردة يعني احب حضرتك توجه لكل مشاهدينا نصيحة اخيرة اللي بيعاني من تساقط الشعر. تساقط الشعر ده يا جماعة ده عرض طبي لا يتعامل معاه غير طبيب الأمراض الجلدية فقط،
علشان يقدر يعرف السبب الداخلي بتاعه ايه ويعالجه سواء بالحبوب او بالدهانات او بالبلازما والميزوثيرابي. شكرا جزيلا، يعني احنا تشرفنا بوجودنا مع حضرتك النهارده. شكرا جزيلا ليك. انا اللي تشرفت ونورت العياده. شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور حامد عبد الله حامد، استاذ الامراض الجلديه والتناسليه والعقم طب القاهره. شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا بشكركم جدا على متابعه حلقه النهارده، اشوفكم الاسبوع اللي جاي، الى اللقاء. هذا البرنامج برعاية